السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا تركيز كبير من الحكومه الالمانيه وحكومه مقاطعه نوردن فستفالن وجهاز الشرطه الالماني والاعلام الالماني لا يزال كبير على هجوم زولينغن ورح نشوف الان المعلومات توجه البارحه المستشار الالماني اولاف شولت شخصيا الى مكان الحادثه وبرفقته رئيس وزراء مقاطعة نوردغان فيستفالن هندريك بوست ووضع إكليل من الزهور على المكان يعني الموجود في وسط المدينة مكان الحادثة أيضا وألقى كلمة هناك عن الحادثة على أرض الواقع أيضا تصادم بين مظاهرتين الواحدة وصفت بأنها يمينية والأخرى يسارية المظاهرة اليمينية تم الحديث عنها أنه كان أعداد المقدرين الذين خرجوا في هذه المظاهره حوالي 250 شخص ومن الشعارات او الهتافات التي تم ترديدها في هذه المظاهره الاجانب برا وايضا على الاقل ثبوت قيام شخص بالقاء تحيه هتلر في هذه المظاهره فكان في ايضا خروج لبعض اليمينيين بالتظاهر حول في حادثة يعني أو في مدينة زولينغن البارحة مقابلهم أيضا مظاهرة يسارية أيضا عن الناس التي تتحدث عن أن ما يجب تكون ملونة يعني بنت يعني بمعنى مكان لكل يعني لكل الثقافات والكلتون وحدث تصادم أيضا مع الشرطة الألمانية بين المجموعتين اللي حاولت الشرطة طبعا تفصل بينهم وحدثت أيضا بعض التصادمات مع الشرطة الألمانية من الشعارات التي تم رفعها في المظاهرة اليمينية دس ملتي كولتي اكسبريمنت ist يعني تجربة التنوع قد فشلت. وأيضا ان السياسة يعني أيديها ملطخة بالدم. أيضا من بين الشعارات غي ميغراسيون وصورة طائرة موجودة على اللافتة ومكتوب كلمة هايمات يعني إعادة المهاجرين إلى أوطانهم أيضا من المطالبات أو الشعارات التي تم رفعها لافتة كبيرة أيضا من قبل المظاهرة اليمينية. وتركيز اعلامي ايضا على هذه المظاهره ومن وراءها يعني ايضا الناس اللي شاركوا فيها هنا حسب اللوجو الموجود هناك هي الغيست اكستريم باتاي حزب يمين متشدد الطريق الثالث والان من المتوقع ان نشهد ايضا اجتماع مره اخرى بين رئيس المعارضه فريدريش ميرتس بشكل رئيسي والمستشار الالماني في الكانسلر في مكتب المستشار قبل عده اشهر ايضا اجتمعوا في محاوله للتوافق وايجاد حل بين الحكومه الالمانيه والمعارضه بشكل مشترك إلى يعني قاعده واسعه من جميع الاحزاب الرئيسيه في المانيا لايجاد حل حول موضوع تنظيم موضوع الهجره الى المانيا او الهجره الغير شرعيه لالمانيا وضبط الحدود وكل هذه الامور وفي وقتها لم يتفقوا على جميع النقاط الآن مرة أخرى من المتوقع أن نشهد لقاء قمة بين المستشار الألماني كرئيس الحكومة ووفيقه شمع كرئيس للمعارضة الرئيسية عن حزب السيدي مطالبات متعدده الان من السياسيين لايجاد حل لكل الامور المتعلقه بالهجره، باللاجئين، بالمساعدات الاجتماعيه رح نشوفها في هذا الفيديو، لكن رح نبدا الان براي وزير العدل الالماني ايضا معكو بوشمان عن حزب الاف بي في الحكومه الالمانيه حول مطالبه المعارضه بايقاف استقبال السوريين والافغان تحديدا في المانيا، ايقاف منحهم اللجوء في المانيا. اعتبر وزير العدل الالماني dass wir pauschal für die ganze EU oder Deutschland sagen in einer بشكل عام انه عن كل اوروبا او الاتحاد الاوروبي والمانيا dass wir bestimmte menschen gar nicht mehr aufnehmen das ist ein rechtliches problem اننا لا نقوم باستقبال ناس معينين فهذه مشكله قانونيه اذا حديث ايضا عن مشكله قانونيه وكما نعلم البارحه حزب الاس بي دي يعني ايضا رفض ان يتم بشكل عام فكره منع استقبال السوريين والافغان تحديدا اللي اقترح فريدريش ميرز رئيس حزب السي لكن بالمقابل اقترح اش فندي دي ولكنني اجد ان يجب ان نتحدث عن الاعداد يعني تحديد الهجره الغير شرعيه المقصود فيها فيموسن دي اوروبا يجب ان نتحدث عن التوزيع على اوروبا يعني ما تشيل المانيا العبء الاكبر كما هو معمول به حاليا وكما هو الواقع حاليا يجب أن نتحدث عن حماية الحدود الخارجية ولكننا لا نستطيع أن نقول بكل بساطة أنه لا يسمح لأحد بالمجيء إلينا طبعا هو يتحدث من الناحية القانونية والدستور الألماني والآن الكلمات الحساسة التي قالها وزير العدل الألماني ماكو بوشمان من حيث المبدأ فهو مع الترحيل إلى سوريا وأفغانستان وهذا ليس بالشيء الجديد كما على المستشار الالماني ايضا وعد بايجاد طريقه لترحيل المجرمين الى هاتين الدولتين ولكن الشيء الجديد الان هو على الشكل التالي مشان نكون يعني دقيقين حرفيا بس haben die gerichte auch schon entschieden ان المحاكم كانت يعني قد قررت ذلك يعني امكانيه الترحيل ايضا الى سوريا وافغانستان ولكن التركيز هنا على سوريا weil wir in syrien eben auch regionen haben لأننا لدينا مناطق في سوريا in denen die Menschen sicher sein können. يمكن أن يكون فيها الناس بأمان أو آمنين. Ich finde wir brauchen auch eine Lösung für أنا أعتقد أن يجب أن أننا بحاجة أيضا إلى حل لأفغانستان. إذا الحديث هنا عن أنه يعني لأول مرة أيضا الحكومة الألمانية بهذا الشكل عن مناطق يمكن أن تكون آمنة على المرحلين إلى سوريا. هل هناك حل قريب إلى سوريا تحديدا؟ يعني سابقا كان التركيز على أفغانستان الآن أصبح التركيز على سوريا إذا من حيث المبدأ وزير العدل الألماني عم يتحدث عن المعوقات القانونية لمنع عام لاستقبال السوريين تحديدا أو من أفغانستان ننتقل الآن إلى رئيس وزراء مقاطعة نوردراين فيستفالن وهو أيضا من حزب السي دي أو المعاد الرئيسي وهم في الحكم في المقاطعة هندريك فيوست كما نعلم هو رئيس وزراء مقاطعة نوردراين فيستفالن الذي

صدور القرار وتنفيذه يجب أن يصبح أقصر يعني قد قرار الترحيل und wir sollten genau schauen warum das oft so lange dauert ويجب أن ننظر تماما لماذا يطول الوقت يعني في العديد من الأحيان es gibt eine Menge Menschen هناك العديد من الناس die das Land verlassen müssen und wir sollten alles dafür tun dass das auch passiert هناك العديد من الناس الذين يجب أن يغادروا البلد ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل ذلك ليحدث ذلك التركيز هنا على فكره انه احيانا طبعا يصدر قرار الترحيل بحق شخص ولكن حتى يتم ترحيله يطول الوقت طبعا بسبب الحادثه هذه انه هذا الشخص كان عليه ترحيل الى بلغاريا ولكن لم ينفذ فادى ذلك ربما الى حدوث هذا الحدث فالتركيز هنا ايضا على تسريع عمليه الترحيل لمن يصدر بحقه قرار بالترحيل وبالنسبه للمساعدات الاجتماعيه ايضا طالب اشبنشون لانغ في اونزان في لندن يعني ايضا تعديل موضوع المساعدات الاجتماعيه لمن عليه طبعا ترحيل ايضا من المانيا اما نائب رئيس الكتله النيابيه لحزب الاف دي بي حزب الاف دي بي ايضا احد الاحزاب الثلاثه الحاكمه ايضا نفس حزب وزير على الماليه يعني ووزير العدل الالماني سمعنا الان رأي القانوني للحكومه الالمانيه بالمواضيع اللي عم يتم نقاشها ذهب الى ابعد من ذلك لدرجه انه اوصى او يعني طالب بان يتم قطع المساعدات الاجتماعيه عن من يصدر بحقه القرار الترحيل للضغط عليه طبعا يفهم من ذلك ليقوم فعلا بالرحيل على المانيا لان عمليه الترحيل عم تفشل او عم في العديد من الاحيان لاسباب متعدده ناقشناها عده مرات عبر الاشهر والسنين ولكن ايضا ل يعني يشيلوا يعني يشيلوا الدافع ربما للشخص او حتى الحاله الراحه اللي ممكن يعيشها الشخص حتى بعد صدور قرار ترحيله ليس ما يتم ترحيله فالحديث هنا او المطالبه بقطع حتى المساعدات عن الاجتماعيه عن من يصدر بحقهم قرار بالترحيل هي كانت اهم الامور وتبعات الان الحادثه الشرطه الالمانيه لا تزال عم تبحث في مكان سكن الشخص اللي تم القاء القبض عليه وانه قام بالادلاء بمعلومات خاطئه في لجوئه منها انه جاء للعمل وايضا اعاله عائلته وانه تهرب أو هرب من الخدمة العسكرية الإلزامية كل هذه المعلومات في مكان سكني وجدوا الآن في جولي اللي هو مصرف أو فتحة للمصرف الصحي أيضا لابتوب وتليفون مخبأ هناك تحاول الشرطة الآن فحصه أيضا وإن كان يعني بيقولوا أنه أصبح رطبا وفحصه صعب ولكن سيحاولون إخراج المعلومات إذا كانت أيضا لها علاقة بهذا الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه الفكرة أن الشرطة ما تزال حتى تبحث وبتحقق في مكان سكنه إلى موضوع آخر مختلف الآن في نهاية الفيديو الحكومة الألمانية قررت الآن التبرع بمائة ألف جرعة من لقاح أيضا جدري القرود لبعض الدول الأفريقية هناك من عالم تفشي هذا المرض في بعض الدول الأفريقية بشكل رئيسي في الكونغو فقررت ألمانيا الآن إخراج جزء من الاحتياطات الاستراتيجية للجيش الألماني والتبرع بها لبعض الدول الأفريقية. هذا ما تحدث عنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشترايت أيضا ألمانيا ستتبرع بمختبر متنقل أيضا لإثبات وجود هذا الفيروس ل ايضا الدول الافريقيه هناك اللي بحاجه لهذا المختبر من المعدات الالمانيه وايضا المانيا ستدعم بالتعاون مع دول اوروبيه اخرى ودول اخرى في العالم ربما ايضا لمحاوله حتى ال... يعني انتاج اللقاح بشكل محلي في هذه الدول في وسط افريقيا بسبب تفشي هذا الوباء هناك بم... الذي ادى الى حد الان لوفاه العديد من الاشخاص فالمانيا يعني تقود الان حمله للتبرع ايضا باللقاحات لدول افريقيه بشكل رئيسي للكونغو وهيك نكون عملنا جوله على اهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته